صباح النور مرة أخرى مشاهدينا، وصباح النور مرة أخرى لك يا أمين. صباح النور يا هبة. هلأ فقرتنا رياضية بامتياز، صحيح بما أنه أنت شخص رياضي. أنا رياضي عم بخ لك. تلعب الرياضة مشاهدينا دورا أساسيا في حياة الأشخاص الذين لجأوا لجراحة تكميم المعدة. ما هي هذه التمارين الرياضية؟ الجواب مع جون بيير فغالي، المستشار في الصحة واللياقة البدنية. صباح النور جون بيير. صباح النور، كيفكم؟ ماشي الحال. صباح النور لإلك. يعني جراحة تكميم الأفواه باتت رائجة الآن. الأفواه، المعدة. تكميم الأفواه بديت. لا لا بس لحظة بالقمع. بس لحظة لحظة، هو تكميم الأفواه موجود. هو موجود ولكن هذا قمع يعني. اوكي، ما هو تكميم الافواه بودي لتكميم المعده، مية بالمية. هيك عم نطلع ثورة. صحيح. على كل حال، تكميم المعده هاي الجراحات باتت موجوده. خبرنا اكثر، امتى الشخص بيقدر انه يمارس الرياضه من بعد العمليه؟ شوفي، هلا بس يعمل عمليه بيكونوا قاصين له عضلات معدته، فايتين قاصين له معدته، يا مصغرينها يا طويينها يا شايلين، عاملين شغل بقلب معدته وفي قطب. فهيدي بتأدي لحتى يضعف بشكل سريع. بس نحن ما فينا نبلش له دغري بعد العملية للرياضة. نحن بننطر لحتى الطبيب يعطينا الورقة الكليرنس لحتى نقدر نمرنه. بتيجي تقريبا بعد شي 3 جماعة من العملية. عادة الطبيب يطلب منه انه يبلش يعمل حركة لحاله، يمشي يقوم، لأنه عادة بس يعمل عملية وفي قطب هون بيبقى واقف هيك، إذا بده يجلس بيبقى عم حس بوجع. فبيطلب منه انه يحرك حاله بطريقة من الطرق، انه يمشي بس يقدر يمشي، ينزل على الدرج إذا فيه، وبهيك بيكون بعده عم بيضلوا اكتف، يعني عم بيضلوا عم يشتغل لحتى يوصل لعنا. بس يوصل لعنا نحن نبلش له التمارين الرياضيه. بنبلش اول جمعتين مرحله، بعد جمعتين مرحله، وثالث جمعتين اخر مرحله بيرجع التمرين الطبيعي. التمارين مخصصه هي تساعده على انه يعاود الى ريتم حياه عاديه، معناها بالحركه او بماذا تساعد التمارين؟ ما هي لما يصغر معدته ما بقى عم بفوت اكل كثير، لما ما بقى بفوت اكل كثير ما بقى في انرجي بالجسم. سو التمارين بدها تكون على هذا الاساس. والمي بتكون اقل، يعني شو قل بدي يعني بدي اقول شغله، بس يشرب مي قليل، يعني هو عم ينقص مي من جسمه كثير. وبس يتمرن كثير، يعني في عرق عم ينزل من جسمه ما عم يكفيهم بالمي. سو من هون بتبلش المشاكل، ما انتبه كثير لهالشغله. يعني بعتقد انه مرحله كثير صعبه بتكون هذه المرحله الاستشفائيه لإله. خلينا نبدا بالتمارين. يلا، اول تمرين رح يكون له هي اول اسبوعين او ثاني اسبوعين، من ثالث اسبوع. من ثالث اسبوع، من ثالث اسبوع بنبلش فيه مده اسبوعين، رح نمشي بالتمارين ورا بعض. اول اسبوعين من التمارين، اول اسبوعين من التمارين رح يكون، رح نبلش نحن بالتحميه. فينا نعمل لهم تريدميل، الليبتيكال بايسيكل او الستاب. هلا انا بفضل الستاب لانه بتكون اكثر قريبه علينا للحركات اللي بدنا نعملها، وبتعلي دقات القلب بسرعه. بدي اشير لشغله، انه المريض يلي عامل عمليه ممنوع هو ينزل يجيب الدمبلز. سو المفروض انا اناول الدمبلز لحتى ما يشد بعضلات معدته. نعم. منيح؟ اول تمارين راح تكون يعني حتى فحيته العاديه ممنوع انه لا 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 لا, لا, لا ممنوع 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 يحمل وزن بالمره ابدا من الارض ابدا. بنبلش الوزن بكيلو مثل ما شايفين، بس تنخلي العضلات يتذكروا انه في شيء اسمه تمرين. اول تمرين رح يكون تمرين الكتاف على القاعد. وتمرين الكتاف ما رح نطلع على الاخر مثل ما شايفين، رح نطلع شوي اقل من الاخر، لانه نحن بس نطلع على الاخر عم نمد عضلات معدتنا، وهذا الشيء بيؤدي لوجع. بس نخلص رح نروح على اللاتر ريس، هون فينا نعلي على الاخر معدتنا مرتاحه. ليش انا اخترت انه نكون قاعدين؟ لانه نحن واقفين على طول بس نوقف لنتمرن ونطوي ركابنا ونشد معدتنا. سو نحن هيدي بنتجنب انه نشد معدته لحتى ما ينوجع ويعمل كومبليكيشن، او اذا بدكم اثار سلبيه للتمرين وتؤدي ليرجع يروح على عند الطبيب. هون رح نروح على تمرين الكتاف كله على القاعد، ما رح نحمل ولا شيء على الواقف، ولا نحن عم نوقف بدنا ننتبه كثير كمان. سو هون اشتغلنا بالايدتين، بنروح على الروتيتور كاف بس نخلص هيدي الفرونت ريز. مثل ما ملاحظين انه كوتش ميرا ما عم تعمل شيء الا بس تحرك مفصل كتفها، ما في شيء ابدا عم يشتغل، وهيدا المطلوب. منخلص هيدي هون بنكون خلصنا تقريبا بعد البايسبس اول جمعتين، هول بدنا نعيدهم 3 مرات بالجمعه، ومنبلش نطلع بالوزن تدريجيا بحق لنا نوصل لل 10 كيلو. نعم. هو قاعد بس نخلص ننتبه نحن عم نقوم، نرجع على الكارديو. سو بنرجع
ما بنرتاح نحن عم نتمرن بنعمل كارديو الا اذا حس بالارهاق المريض ساعتها بنريحه. فانا اذا ما في ارهاق بنعمل كارديو نخلي دقات قلبنا عاليين نخسر اكثر شيء فات. بس نخلص هيدي بنروح نحن لوين؟ على تمرين السكوات بالبادي ويت. هون بنبلش شوي نشغل المعده بالبادي ويت وراها بنعمل اللانجز يلي هي اللانجز محلنا ما بنتحرك. خليني افسركم شغله، هلا عم نعمل لانجز نحن نازلين وواقفين محلنا، بينما اذا بدي اعمل لانجز العاديه بدي افشخ انا عم برجع بدي شد بمعدتي لارجع. بعدنا نحن عم نتجنب هذه المرحله. سو هون ثاني جمعتين بلشنا نشتغل بهالطريقه. جون بيير، بالنسبه للشخص اللي يعمل المشي او الركض مثلا مسموح به او المشي مسموح، الركض بعد لانه بالركض بدك تستعمل معدتك لتشد. كيف نفس الشيء. ننقل على التمارين للتشست، هلا صار فينا تقدمنا بالمراحل بتمارين التشست. بدنا ننتبه نحن عم نقوم عن المقعد لانه نحن نايمين، بس نقوم بدنا نستعمل معدتنا. رح نبلش تشست بريس مثل ما شايفين معدتنا ما عم نستعملها. سو كل الهدف نحن ما نستعمل معدتنا لحتى يلحموا القطب على الاخر ويزور المريض الطبيب يقول له انت ريدي لتتمرن مضبوط 100%. بس نخلص بنروح على الفلاي. حتى الترايسبس ما فينا نعملها لانه الترايسبس بدنا نعلي مثل ما قلت لكم. سو الترايسبس رح تكون بطريقه مختلفه هلا رح تعملها ميرا بهيدي الطريقه. كمان فينا ننزلها حد صدرنا اذا بدنا، فرجينا اياها ميرا. نزول وطلوع اول ذا واي. اوكي سو هيدي كمان ترايسبس فينا نعملها. هون خلصنا جمعتين نكون عم نعمل حركات نحن وقاعدين، وهيدول صاروا اربع جمع، صرنا شوي بدنا نكون احسن بالتمرين. بنقوم بنبلش اللانجز يلي لازم نعملها عاده مثل ما بنعملها بالجيم، فرجينا اياها ميرا بالمعروف. بنقرب وبنرجع، هيك بنكون عم نستعمل معدتنا ونحن مرتاحين. كمان بنروح على السكوات بالوزن. بعدنا عم نتحضر مثل ما شايفين هلا صار بدنا نستعمل معدتنا، صار لازم نستعملها لحتى عضلات معدتنا يكونوا كثير منيح. رح نروح على التشست نحن ونايمين يلي هن اخر تمارين قبل المعده، بنعملهم بسرعه ميرا عامل معروف. هون صار فينا نستعمل معدتنا، صار فينا نحن ونازلين نهدي جسمنا ونحن واقفين نهدي جسمنا. بعتقد هاي المرحلة المتقدمة. هي آخر مرحلة. نعم. قبل المعدة، قبل التمارين المعدة. بس نخلصهم بتفرجينا الفلاي والترايسبس. بس نخلصهم نحن شو بنعمل؟ بنروح على تمارين المعدة اللي هي تدريجيا بنبلش نقويها، هلا بنعمل منها ديمو سريع. سو مثل ما شايفين عم نشتغل عادي، هلا هي عم بتقوم ما بدها مساعدة ما بدها شيء، فيها تقوم لحالها بمعدتها. ناخذ الدمبلز منها. منروح على اخر تمرين يلي هو تمرين المعده. رح نفرجيكم اياه. تمرين المعده بده يكون تدريجيا، بنبلش نعلي شوي وبننزل، نعلي شوي وبننزل، بس نعمل 20 مره هون وما في وجع، بنبلش نشتغل المعده من ميل التحت يلي هي الاصعب وبدها ضغط، بتفرجينا اياها ميرا. المعده التحتانيه لاج ريزز. سو ميرا رح تعمل هون بيكون في كثير ضغط على المعده. نعم. يعني هذا التمرين اللي بيكون ربما صعب على الناس الاصحاء مش على الناس اللي عاملين عمليه. سو هون هي اخر مرحله. نعم. هون نتاكد انه صار كثير منيح، صار في يرجع على الجيم ويتمرن طبيعي، هي بتكون مرحله شهرين. بدنا نشكرك كثير جون بيير غالي على هذه الفقره، بدنا نشكر كمان ضيفتك وضيفتنا ايضا. شكرا لك ميرا، شكرا.